طبعا احنا عايزين نتكلم دلوقتي على افضل اوقات العام لنشر الفيديوهات بتاعتك، عشان بيجي فيها ارباح افضل من اي وقت تاني في السنة كلها. طبعا ليه بقى، ليه بيجي فيها ارباح افضل من اي وقت تاني؟ هنقول دلوقتي. بس قبل ما نقول، انا عايزكم تنزلوا فضلا كده منكم، تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو، وبعد كده يلا نكمل مع بعض. طبعا احنا قدامنا اهوت خريطة السنة من يوليو 2019 ليوليو 2020. زي ما انتم شايفين كده، ان اكتر ارباح كانت بتيجي هي في شهر ايه، ديسمبر ونوفمبر واكتوبر، يبقى 10 و11 و12. بقيه السنه بقى زي ما انتم شايفين كده الارباح بتبقى اقل بكتير. طب ليه بقى، اشمعنى الثلاث شهور دول 10 و11 و12 بيبقى فيهم اكتر ارباح؟ هو تحديدا 11 و12 مش 10 و11 و12. هو السبب بيرجع لان بيبقى فيه 11 و12 بيبقى فيهم كل الماركتات وكل المحلات في العالم كله بيبقوا عاملين البلاك فرايداي. هي مش بلاك فرايداي، ده بيبقى بلاك 2 مانثز، يعني بيقعدوا فعلا 2 مانثز بيعلنوا عن الاعلانات بتاعتهم. مش بس الفرايداي السوداء او الجمعه السوداء، بيبقى الشهرين كاملين 11 و12 مليانين اعلانات ومليانين عروض في كل الماركتات في العالم. فطبعا دي بتعمل اعلانات على يوتيوب زياده، فبيديك ارباح زياده. فطبعا انا برضو لو انصح حد بانه يعمل فيديوهات او يزود في الفيديوهات بتاعته، فيزود في الثلاث شهور دول او الشهرين دول بالذات، ديسمبر ونوفمبر، هو 11 و12. طبعا ارجو ان انا اكون افدتكم، والمعلومه دي مهمه جدا. طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.